حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن الفساد الإداري والمالي اللي دا يصير بالعراق من عام 2003 إلى اليوم بشكل عام، وخصوصا أنه في كل يوم دا يطلع لنا سياسي دا يحكي عن قضية فساد ما في مكان ما، ودا ينبه إلى أنه هذا الفساد راح يؤدي إلى كوارث، ودا يطلب من الحكومات من عام 2003 إلى اليوم لمحاربة هذا الفساد وهم جزء من هذا الفساد. تابعونا بعد الفاصل. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا 100 مليار، 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة يومية 150. هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 مليار. اللي داخل بضاعة، اللي داخل بضاعة أقل مليار. 99 مليار دولار متسرب عملة. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة، والبنوك مملوكة لسياسيين. كل هالعشرة، العشر بنوك، العشرة السياسيين كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دون العشر بنوك إطلاقا، ولا واحد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم هو لسماع آرائكم وأصواتكم. أرقام الهواتف ظهرت أسفل الشاشة، تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام ونسمع آرائكم حول هاي القضية. أيضا عندنا رقم آخر إلى برنامج الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل يبعث لنا رسالة عن طريق برنامج الواتساب توصلنا، وإن شاء الله نقراها على مسامعكم، وأتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسم الشخص ومكانه من وين حتى نعرف أنه هو من وين يراسلنا. حسب ما سمعنا يقول لعشر بنوك ما تحاكم من عندهم ولا واحد، ومشعان الجبوري طلع وقال اكو قضايا فساد، واشار الى نفسه لما قال انه انا اخذت رشوه حول القضيه انه نغلقها وما غلقناها، وقال وانا اعتبر نفسي انه انا ضحكت عليهم، وغيره 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 وغيره. كثيرين من السياسيين اللي طلعوا وذكروا قضايا فساد صارت بالعراق، وخصوصا هيئه النزاهه اللي تطلع لنا كل فتره وفتره بقضيه فساد. لكن بحسب تقارير يعني ما تنفق دول الخليج مجتمعة في عام واحد يشيد 600 ناطحة سحاب بحجم وكلفة برج التجارة العالمي إذا تذكروا، أو برج خليفة اللي موجود بالإمارات، أكثر من 500 مليار دولار هو حجم الأموال التي خسرها العراق جراء الفساد منذ سقوط النظام السابق، بل تفوق هذا الرقم بأرقام كثيرة. الحد نهاية ولاية نور المالكي أكثر من 1000 مليار دولار هي اللي راحت من أموال الدولة العراقية كخسائر. طبعا النائب السابق مثال الآلوسي قال أنه الفساد المالي والإداري بالعراق هو مو مسألة أرقام، أن ما خسر العراق يفوق بأضعاف ما تتحدث عنه كل هيئات النزاهة والجهات المختصة، مؤكدة أن الموازنات الفلكية ذهبت في جيوب الأحزاب عبر تقسيمها، حيث أن كل همهم كان كيف يسرقون أكثر. طبعا 1000 مليار دولار قلنا لحد فترة نور المالكي، نصها راحت موازنات استثمارية وهمية، والنص الثاني راحت إلى جيوب الأحزاب عن طريق الموازنة التشغيلية مثل ما سموها. وبتصريح إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قال أن الفساد أفقد البلاد 450 مليار دولار مع وجود ناتج محلي للموظفين الحكوميين بمقدار 6%، يعني ما يعادل 20 دقيقة عمل في اليوم، مؤكدا أن موازنات العراق من عام 2003 وحتى العام الجاري بلغت أكثر من 850 مليار دولار. وحتى هذا الرقم كانوا أكو تقارير شككت بهاي الأرقام. أكو مثل عربي يقول المال السائب يعلم على السرقة، نتيجة عدم وجود نظام، نتيجة أنه هاي الأحزاب هي تقاسمت أموال العراق فيما بينها، وكل من يتستر على الثاني في سرقة فيأتي الثاني يسرق، يروح الأولاني يتستر على الثاني، وهكذا راحت أموال العراق. قبل ما نبدأ بالحلقة وأسمع اتصالاتكم راح أحكي لكم أبرز 12 قضية فساد من عام 2003 إلى اليوم اللي شغلت الرأي العام واللي اشتهرت، هذني اللي انكشفن على العلن وعلى وسائل الإعلام وعلى الجرائد وعلى
وسائل النقل الإلكتروني أيضا أو التواصل الإلكتروني. أولا أجهزة كشف المتفجرات اللي صارت بال2007، 6000 جهاز أو سونار بكلفة 200 مليون دولار، وراها تبين أن المسؤولين عقدوا صفقة جنوا منها ملايين من الدولارات عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت هاي الأجهزة بمقتل آلاف العراقيين. اثنين مزاد العملة، البيانات الرسمية تقول أنه البنك المركزي العراقي باع 312 مليار دولار عبر مزاد لبيع العملة منذ استحداثه، وكان مصير 80% من تلك المبالغ التسرب إلى الخارج. ثلاثة، حيدر العبادي لما طلع ب 30/9/2014 قال أكو 50,000 فضائي وأنهم يستلمون رواتب بأسماء وهمية. أربعة، صفقة الطائرات الكندية اللي اشتراها العراق بأيار عام 2008، 6 طيارات كندية من طراز CS-300 بأسعار مضاعفة تفوق قيمتها الحقيقية ب 277 مليون دولار، وراها الحكومة العراقية أرادت بيعها إلى شركة كندية بقيمة تقل عن سعرها ب 70%، حيث كانت الطائرات غير ملائمة للأجواء العراقية وضيقة ولا تتسع سوى إلى 70 شخص. خمسة، صفقات الأسلحة خسر العراق بها المليارات جراء صفقات تسليح من روسيا وأمريكا بقيمة 150 مليار دولار، نسبة كبيرة من هاي الأموال راحت جيوب القائمين على هاي الصفقات مقابل رداءة نوعية تلك الصفقات وتفضيل جهة على أخرى. ستة، وزير واحد على 9 قضايا فساد وهو وزير التجارة الأسبق عبد فلاح السوداني، مطلوب قضائيا ب9 قضايا فساد أو ما لا يقل عن 9 قضايا فساد، صدرت بحق 8 أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام تتعلق بمخالفات استيراد مواد غذائية، وتسلمت السلطات الأمنية في 25 كانون الثاني بالفترة اللي كان هو متسلم بها الحكم من الانتربول الدولي ليفرج عنه أو ليفرج عنه بعد ذلك بعفو عام. ذني 6 وبعد عندي 6 بس عندي اتصال من البصرة. أبو أسد حياك الله. حياك الله، شلونك عين أستاذ أفل؟ هلا بيك. شلونك زين؟ نعم الحمد لله والشكر. حياك وحيا البرنامج مالكم الشريف. حياك الله. عين أستاذ أفل، أنت تحكي موضوع الفساد. أي. هو الفساد مين يبدي؟ يبدي من فوق لجوه لو من جوه دي فوق. من فوق يعني من أسفل دي فوق لو من الفوق دي جوه. يبني من مكان واحد، لو من الطبقة الضعيفة لو من الطبقة العالية، يعني نقول البرلمانيين نقول وزراء. هسه الفساد بادي من جوه وبادي من فوق، يعني ناخر البلد ذكر تروح تسوي لك معاملة بمركز ما شرطة لا الشاكي ولا المشتكي، الدنيا ياخذون من عندهم رشوة. أبو المرور ياخذك يحدك على مود حدام لو على مود مثلث لو عندك أنفس شيء، ياخذك نص الطريق يقول لك 30,000 تسويها 10 ريال ووديك للقاطع. أنت تلقاني بين ما وديك للقاطع ويعذب نفسك شيء 30,000 تعطيه هذه بجيبه وبجيب اللي يشتغل وياه شو منه عقيد مقدم. هاي اثنين. ثلاثة، الدولة من جدتي احنا ما انا ما اعتبرها دولة. نعم. من جدتي من 2003 لي هسه اجزم بالله العظيم ما بيهم واحد شريف. ما بيهم واحد اذا مو حرامي. ما بيهم واحد اذا مو جاي على مصلحة. مصلحته الخاصة مو مصلحة الشعب. بس احنا ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله أول شيء أمينة بغداد اللي هي متشرف على العراق كله باعتبارها، أول شيء هذه لازم هي هاي تحاسب لتقطع أرزاق دولة أهل البطيئات، وإن شاء الله أني قبل حلقتين أو ثلاثة قلت راح تصير ثورة إن شاء الله نسميها ثورة البطيئات ضد الفساد إن شاء الله. نعم. ويسمعوني إن شاء الله للبطيئات وانتهم بدوركم وسمعوهم قلهم تازم يسوون ثورة توسع البصيات. نعم. لأنه المهندس قاعد الطبيب قتلوه لو هجروه. أنت عندك شم طبيب هسه خارج العراق تروح تعالج يمه بلندن تعالج يمه
بلبنان، تعزيهم بالاردن، بسوريا، تلقي عراقي. يا شو هنا انت؟ قال لك والله هذه مهدديني. اللي اسمه فلان زين هسه افطر شيء البارحه، ما ادري اول البارحه مال بطوله غرب اسيا، يطلع لي هذا المعمم يحكي على البيه قاعد بيدي الكمان والدق. زين مو انت رب الفساد انتو؟ انتو يعني انتو يعني المرجعيه هي رب الفساد. مره سرج فيها تدعي بحرب كربلاء. عمي الدوله انا اقول لك هذه لازم تصير ثوره، سموها ثوره البسطيات، وان شاء الله اهل البسطيات يذبحون. نعم شكرا. ما عندي غير شيء بعد. شكرا يعني. شكرا لك ابو اسد. بعد كلام أبو أسد أكملكم 12 هياكل المدارس رقم 7 خضير الخزاعي لما كان وزير التربية بحكومة نور المالكي، نطى شركة إيرانية سنة 2008 مشروع إنشاء 200 مدرسة من هياكل حديدية بكلفة 280 مليار دينار، يعني ما يعادل 232 مليون و700 ألف دولار، لكن لم ينفذ أي مشروع حتى الآن نتيجة خلافات الشركة الإيرانية مع أموال المقاولين العراقيين اللي وصل عددهم إلى 18 مقاول وأغلبهم هربوا خارج العراق نتيجة تهديدات، علما أن الشركة الإيرانية قبضت 232 مليون دولار. الكهرباء انصرف عليها 29 مليار دولار، هذا رقم في عقد واحد. يقدر حجم ما تم انفاقه على قطاع الكهرباء في العراق عفوا في نصف الفتره من عام 2008 حتى اليوم ب 28 مليار دولار وكسر وفق تقرير رسمي لهيئه النزاهه العراقيه، في حين يعاني العراقيون حتى الصيف من ساعات انقطاع تصل احيانا الى 18 ساعه يوميا، وانقطاع التيار الكهربائي واحدة من الأزمات اللي ثارت الاحتجاجات الأخيرة في محافظة البصرة والجنوب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في سماء العراق. قصة البسكويت الفاسد اللي كشفته صحفية في صحيفة الغد الأردنية بتحقيق معزز بصور عن شحنة فاسدة منتهية الصلاحية بأيلول سبتمبر من عام 2013 ومدد فترة الصلاحية إلى عامين لعام 2015، وصدر هذا البسكويت إلى العراق ووزع على المدارس على الرغم من كونه غير صالح للاستخدام البشري. 10-100 مليار دولار في نار تنظيم الدورة الدولة، حيث قدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ب 11 أيلول كلفة الخسائر الاقتصادية خلال 3 سنوات من سيطرة تنظيم الدولة على مساحات شاسعة في العراق تقدر بثلث مساحة العراق بأكثر من 100 مليار دولار، في حين ما زالت السلطات تعطل ملف التحقيق بسقوط الموصل على الرغم من صدور تقرير نهائي عن لجنة كلفها البرلمان في التحقيق أدانت كل من رئيس الوزراء نور المالكي ومحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي أو الأسبق وقيادات عسكرية وأمنية فضلا عن ضباط في شرطة الموصل المحلية. طبعا هاي الأرقام نتيجة توقف بعض النقاط، لكن لم تحسب هاي الأرقام 100 مليار دولار كلفة البنى التحتية والمباني والجوامع والجسور وكلفة تهديم المدينة ورفع الأنقاض وإعادة بنائها. نهب 121 مصرف استولى عليها تنظيم الدولة ومحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار إبان سيطرت على تلك المحافظات استحوذ خلالها على أكثر من 3 مليار دولار، كما تقدر الأموال التي حصل عليها جراء بيعه النفط بنحو 2 مليار دولار سنويا إلى اليوم، ما حققت ما تسمي نفسها بالحكومة في بغداد أي تحقيق في هذه القضية. 12 اللي طلع عليه علي العلاق ولما كان هو محافظ البنك المركزي وطلع تصريح أنه أكو 7 مليار دولار أو 7 مليار دينار غرقت ب 13/9/2018 لأنه مصرف أو خزينة المصرف المركزي أو مصرف الرافدين تسرب إلها المي، وهذا التصريح اللي أثار موجة سخرية أنه قاصة صار بها أو فيضان ببغداد دخل المي إلى هاي القاصة 7 مليار دولار أو 7 مليار دينار عفوا تلفت نتيجة تسرب المي إلى هاي القاصة. ما أعرف هل هي القاصة متعرضة إلى تفجير بحيث الباب ما مصلح وإلى اليوم ما مصلح وفات المي
ما اعرف القاصه شلون فاتتها المي، وما اعرف محافظ البنك المركزي علي العلاق من طلع بهذا التصريح وهو محافظ بنك ويشتغل بالمصارف شلون اقتنع بتصريحه هذا. هاي ابرز 12 قضيه فساد انتشرت، واكو هوايه انتشرت اكثر، لكن ذني البارزات. فالتبهذا اني اكو مليارات مطشره، شنو اللي سوتها الحكومه العراقيه او حيدر العبادي او عاده عبد المهدي الحالي او نور المالك اللي قبلهم او ابراهيم الجعفري حتى يحافظ على اموال العراق؟ ابو عمر من السليمانيه حياك الله. الله يحييك استاذ افل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك استاذ افل، انا مدرس تاريخ، احكي لك اياها بصريح العباره. نعم. قسما بالله العظيم الفساد اللي صار بعهد هذول عصابات الاحزاب الشيعيه مليون بالمليون، مليون بالمليون، يعني ما بيها من ابد، واحد بالمليون ما بيها صحيح. لكن لو تسالني على الفساد اللي صار بتاريخ العراق من ايام السومريه اول حضاره ولحد 2003 اقسم لك بالله العظيم واحد بالمليار. نعم. قسما عظما هذا الخطيئه برقبتي. زين هذا اليمين واحد بالمليار اللي بعهد دوله، هذول ناس يا ستار يا ربي يا ستار يا ربي، يعني اقول لك الساس الاشرف من عندهم. انت اذا تحكي على فلان وزاره وفلان وزاره وفلان وزاره، انت روح اسال على الفضائيين، قسما بالله اقول لك انكم مليون فضائي قليله، مليون فضائي. احنا بزمن نوري هذا التافه حكاك التافه كان اكو نفوس الجيش مليون واحد، انت شايف خمس فرق شيعيه يفتخرون بها تنهزم امام 300 واحد من داعش، وكلها تعرف هاي تمثيليه، تركوا اسلحه بعشرات المليارات، وشفتوا الدبابات والصواريخ كلها تركوها، المخازن، شوفوا احد عنده تصير غيره يطلع يحاسبه؟ لا والله، قتلوا نوري نوري ماكو، هذول الحراميه نوري وابراهيم، بوحد المنشور بشوارع النجف وكربلاء او الديوانيه، قسما بالله ما حد ما حد قلبه ينطيح شو وياه، قلبه ينطيح شو وياه. بالعكس استاذ نوري صحيح انت قصرت ويانا يتلوى بولعي، اما صدام حسين كانوا يتربصوا له بالاغتيالات، هم دولة وايران كانوا يتربصوا له ببلد وغير ببلد، كانوا يتربصوا له بس يصيدوه. زين جد لعد اكو حقد وكراهيه مو بس من دولة، من كلهم، من كل اتباعهم وانصارهم ومؤيديهم. انا اقولها بصريح العباره، جد كان اكو حقد وكراهيه على صدام حسين، وهسه يبكون عليه ما يصير، راح خلاص لا تبكون ولا هالكلاوات هاي والضحك على اضحكوا على نفسكم، لا تضحكون علينا، احنا علينا لا تضحكون. زين وكانت نهايتها حلوه، الامور بخواتمها. زين وراح تعيد ان شاء الله، انا اقولها وانا واحد من الناس اللي بيت عمي قتلوا بالكيماوي اقول لك اياها، لكن انا عندي الحق وكل شيء اقول واكد واقول اقولها بصريح العباره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامور بخواتمها، اجموا اول يوم العيد الاضحى، ثانيا شهد الشهادتين، اذا هاي في ناس ما تنفعها فاتصور الصهاينه والصليبيين والصفويين المجوس وشيعتهم هم اللي شاركوا بقتله، هذول الاربعه، والاربعه هم عدو الله وعدونا. لين اقولها بصريح العباره، هاي تشفع له، هاي تشفع له، هاي اذا ما تشفع له الشهادتين انا اقولها، واني واحد من المتضررين. نعم. لين ارجع اقولها بصريح العباره، لكن الحق لازم اقوله، من توصل الحق، فالفساد ما ينتهي، هذه الدوله اذا ما تنتهي عن بكره اديها تخرب من مكانها ومن اساسها، مستحيل ان تنبني دوله جديده، لازم تنتهك طوائف، تنتهك عقائد دينيه، عقائد فكريه، تنسحق من اساسه. انت النصر ما يجيك من العراق، والنصر جايك ان شاء الله من السعوديه هالمره، وانا اقول لك اياها. شكرا شكرا لك ابو عمر. العراق ترتيبه حاليا في مؤشر الفساد العالمي 166 من 176 دوله خضعت الى هذا المقياس. مع العلم انه الامم المتحده تحابي الدوله العراقيه في كثير من الامور، فانا اتوقع الرقم هو يعني مو 10 ورانا، المفروض هم 9 قبلنا. لكن القضيه وما بيها انه اكو مقاله قريتها في احدى الصحف تقول
أنه الفساد بالدولة والنظام العام بالعراق يتجاوز أي رغبة أو تطلع لمواجهته، بل لا يمكن حتى لأي برنامج أو استراتيجية سياسية أن تفعل ذلك لأسباب مركبة تتعلق أولا بشخصية عادل عبد المهدي الضعيفة وبطبيعة هذا الفساد وأدواره وعلاقاته التكوينية مع القوى السياسية وموقع العراق في الخريطة الإقليمية وصراعاته الداخلية بين الأحزاب وعلاقاته الخارجية. طبعا أشار التقرير أنه كل حكومة عراقية تجي، يعني طلع نور المالكي، إجا حيدر العبادي، حيدر العبادي بأول تصريح أشار إلى وجود فساد بالعراق ويجب محاربة الفساد وأن هنالك خطة وطنية موضوعة في برنامج الحكومي لمحاربة الفساد ووعد الشعب العراقي بإصلاحات كثيرة وطلب مهلة و و و و وكثير من الوعود، لكن كل شيء ما قدر يسوي. إجا عادل عبد المهدي، عادل عبد المهدي أخذ الوعود مال حيدر العبادي قلب بالكلمات ونطل الشعب نفس الوعود، وهمنا ما سوى كل شيء بل زاد الفساد أكثر. أبو أيسر من تركيا حياك الله. الله نحييك أستاذ. هلا بيك أستاذ. بالنسبة للفساد هاي معروف، لأن هم كل المسؤولين بالدولة كلهم مرتبطين بالفساد، لأن كلهم فاسدين. نعم. يعني أكو ملفات هواية، واحد لازم على الأخذ ملفاته، جابوا رئيس الوزراء هذا عبد المهدي لأن أنه شافوه ضعيف بالقرارات اللي يتخذها وشكل هاي مال مؤسسة الفساد يعني هم يعرفون كل زين ما يقدرون، لأن يعني الفساد حيتان كبير عندهم. شكل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اللي كل شيء يسوي. نعم. شي يريد يسوي استاد، لأن يعني هم كلهم أحزاب متنفذة، أحزاب جاية تنهب أموال العراق وتعطي لإيران. يعني هاي شوف إيران هسه بحجة الحصار عليها وكذا هم يمولوها من جوا لجوا وعلني كله بوق بمخدرات وهذا أستاذ. يعني واش هسه حتى أكو صواريخ دا تطلق هسه هاي الباليستية اللي دا تطلق على اليمن، هي من حدود العراق دا تطلق على السعودية وعلى اليمن، هاي من حدود العراق، وإلا وين أكو صواريخ باليستية باليمن؟ منين هم منين يجيبون؟ فهاي كلها دي يطلقوها من الحدود العراقية. فكل الدولة فاسدة ومعروفة يعني مدعومة من إيران في سبيل نهب أموال هذا الشعب المسكين. وأنا أشكرك. نعم، شكرا 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 لك أبو أيسر. طبعا ذكر أبو أيسر عادل عبد المهدي شكل بشهر كانون الثاني أو بداية هذا العام بشهر كانون الثاني من عام 2019 على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وقرر أو صادق بالاجتماع الأول لهذه اللجنة أو هذا المجلس مهامة، أعلن مهام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. خلنا نسمع مهامة تقول: تمكين المجلس من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء. أصور أنه عادل عبد المهدي يعني هذا ماذا يقصد بالمجلس الأعلى لمكافحة الفساد ببغداد؟ أصور هو مقتبس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بغير دولة، إحدى دول العالم المتطور في إحدى ديمقراطيات العالم، لأنه هذا اللي دا يحكيه ما موجود بالعراق. شنو اللي سواه المجلس الأعلى من شهر واحد إلى اليوم؟ لزم فاسد، أكو قضايا فساد بالعراق كثيرة، بلاوي، أكو قضايا فساد، أكو أموال انهبت بالعراق بشكل مو طبيعي، طلع وقال أكو فلان مسؤول باق فلان شغلة، رجع أموال البصرة اللي باقها محافظ البصرة السابق، رجع أموال العراق اللي باقها عبد فلاح السوداني اللي طلع من السجن بعفو عام، رجع أموال العراق اللي مباقت بصفقات السلاح، رجع أموال العراق اللي مباقت بالصفقات مع صفقات السلاح مع الأوكرانيين، رجع يعني أكو كثير. المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اسمه موجود وموظفين موجودين. أريد أسأل الأستاذ عادل عبد المهدي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أنت من شكلت هذا المجلس عندك كم واحد تريد تعطيهم راتب لو تريدهم يشتغلون؟ عدنان ويانا؟
عدنان من المغرب، حياك الله. عدنان تسمعني؟ يبدو أنه الاتصال انقطع ويا عدنان من المغرب. أيضا أنه القوى السياسية البرلمانية المدنية والسنية بالذات اعترضت على المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وهي أداة لسحب السلطة والمحاسبة والمتابعة من يد لجنة النزاهة البرلمانية التي تعتبرها هذه القوى المنصة والأداة التي تستطيع بها مواجهة القوى السياسية المركزية. وتتذكرون تصريح مطشر السامر رأي؟ يعني المشكلة أنه احنا ما بدنا نحكي عن طائفة معينة، أنا ما بدنا أحكي عن جهة معينة، كافة من يعمل داخل العملية السياسية أو كافة من يقود العملية السياسية بسنتهم بشيعتهم صابئتهم بيزيديهم بمدائهم بأكرادهم بعربهم كلهم فاسدين. بشر السامر رأي من اعتراض على تقليص رواتب الدرجات الخاصة، وصف الشعب العراقي بوصف لا يجوز وصفه أصلا، ولا يسمح لمطشر السامر رأي أن يصف الشعب العراقي بهذا الوصف. ليش؟ لأنه خايف على راتبه. أم عبد الله من بغداد، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك ولحضرتك الشريفة. حياك الله أختي. الله يسلمك أستاذ. عندما تفعل على إلغاء النظام السابق سقوط بغداد، طبعا أمريكا وإسرائيل وإيران، يعني من قاموا بعملية الإسقاط، يعني شاهد الصور أنهم راح يجيبون أمريكا وإيران وإسرائيل راح يجيبون رجال شرفاء يقومون بعملية إدارة أمور الدولة العراقية أو المنطقة. هم ناويين علينا إيران وأمريكا وإسرائيل أنه تهجم المنطقة وبالذات العراق وسوريا ومصر، وبعدين يكملون على السعودية وبعدين الدول الخليج وبعدين شمال أفريقيا. زين، هذا الأستاذ الأموال هم اتفقوا أنه الأموال الخزينة الدولة بيد السياسيين، وصرف على تنظيم تشكيل تنظيم داعش بأموال عراقية وتدريب أمريكي إسرائيلي صهيوني. نعم. موافقة على تدمير المنطقة، وأول ما بدأوا بالسنة في العراق وبعدين دخلوا بالنسبة إلى سوريا وتدخلهم الموجود هسه مبين في مصر وشمال أفريقيا. فش راح تتصور إنه هذول السياسيين مالتنا من يقومون بعملية إدارة البلد راح يعني بلاش؟ أول شيء خزينة بيديهم، اثنين ينطون ما رشوات إلى إيران وما صرفوا عليه مع أمريكا وإسرائيل، صرفوا أموال كثيرة في جعل البلد مالتنا بلد مدمر، يعني بلد مدمر. يعني إحنا يعني شنو استفادنا؟ إحنا راح نبقى يعني على هذا الوضع اللي تدميري؟ الدول العربية الساكتة، الهلال البدر الشيعي مستمر، مع الاحترام للشيعة الصحيحين، هم يعني الوضع سيء جدا بالمنطقة ككل، يعني على يمكن نقطة أو على يعني أقل وقت إنه يجوز إنه تستعلي المنطقة نتيجة الفساد، نتيجة عدم وجود الاهتمام بالشعوب العربية والإسلامية، عدم الاهتمام بالشعب العراقي. الشعب العراقي السني والشيعي هو متدمر، الأكراد يريدون من صفحة، يريدون خاصة برزان راد صار ويا أمريكا صار ويا إيران، وده يدفع من الفلوس العراقي للنفط، يقول 250 هو مع العلم 650 ألف برميل يوميا. يعني ما توفد عقلية إدارية في هذول السياسيين، كل فساد وسلطان، وحطموا المجتمع العراقي وحطموا المرأة العراقية وزادت عدد عملية الانتحار والبهذلة بهذلة. وبعد أحكي أكثر من هذا إلى العراق.
شكرا شكرا لك ام عبد الله. عاد عبد المهدي من طلع واعلن عن المجلس الاعلى لمكافحه الفساد، اشار الى انه اكو 40 منفذ رئيسي للفساد يجب محاربتها حتى تستعيد الدوله قدرتها وهيبتها، وهو ذكر على سبيل المثال هي ملفات تهريب النفط، العقارات، المنافذ الحدوديه، الجمارك، تجاره الذهب وتهريبه، السجون، مراكز الاحتجاز، السيطرات الرسميه وغير الرسميه، المكاتب الاقتصاديه في المؤسسات والمحافظات والوزارات، تجاره الحبوب والمواشي، شبكه الاتصالات والانترنت والهواتف النقاله الى اخره، انا اضيف لها الميليشيات ومكاتبها، رواتب التقاعد، التعيينات بالمحسوبيه، عقود الدفاع، عقود النفط، عقود الكهرباء، مخيمات النازحين، وايضا الجمارك اللي تاخذها كل سيطرة تفوت من عندها الشاحنات التجارية، هاي كلها ملفات فساد، كل هاي موجودة بالعراق ملفات فساد. يعني عادل عبد المهدي من طلع وقال مثلا السيطرات الرسمية وغير الرسمية ايش حديت من عندها وايش وقفت من عندها والمن الزمت والمن القيت القبض والمن طلعت على الناس وقلت لهم هذا فاسد كان يبوكم واحنا راح نحاسبه ونقاضي. ابو حسام من بغداد حياك الله. ابو احسان الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ بقيت اكو شغله من ضمن الفساد هاي عوفه مال الدمج والخدمه الجهاديه ورفعها هاي عوفه. نعم. مساله الحجاز ملايين من الشعب العراقي تذوقون المر على مود مساله الحج، يعني هسه اصبح الحج تجاري واصبح استثماري، مساله الحج اللي يريد يروح البيت الله. يعني هسه مساله هيئة الحج والعمرة السعودية انطتهم 50,000 50,000 ما بعد عيني وياك وياك ألو. تفضل اي قدم اخر شيء يأسنا من القرعة 15 سنة نقدم الى على هيئة الحج وما تطلع اسمانا وكل واحد عمره 70 واحد 70 72 سنة لشوف شلون رحنا للقنصلية السعودية قدمنا طلب انتظروا المخابرة اللي قاعد على الحاسبة عراقي واللي يستلم الأوراق عراقي، لكن الأخ الله يبارك فيه القنصل السعودي طلع يقول كلكم مواطنين كليتنا أخوان ماكو فرق بيناتنا. زين اللي قدم طلب احنا نخابرك وما تخابر انت صار 25 يوم. رحنا قدمنا بنفس الوقت على السفارة القنصلية قدمنا والسفارة همينا. ولأن يا أخي المسؤولين والنواب يومية 5-6-10 يعني خابصين لك القنصلية زائدا السفارة. احنا نقول لهم يا اخوان هسه انتم اعتبروا نفسكم حالكم حال المواطنين، كل واحد كل عراقي من حقه يحج مرة واحدة، خمو كل واحد يروح 10 مرات يروحون يبيعوها يمكن هذا مال التجاري، منين يجوا مال التجاري بدفتر؟ وهاي مشكلة يعانون منها كل الشعب العراقي ترى. نعم نعم. وبالنتيجة ظلينا قاعدين ما جت اسمانا ولا هذا اللي يضايقونا المسؤولين والنواب كل المسؤولين التنفيذيين والتشريع كلهم. صحيح قضية الحجاج يعني. نعم. السعودية اعطت العراق 50,000 سوونا برنامج رحمة لأهلك سوونا برنامج على قضية الحج وشوف المواطنين ايش قد تشتكي. نعم ان شاء الله ان شاء الله نرفعها. نعم. الى ادارة القناة وان شاء الله يعني يكون الجواب من عندها هي. لكن يا سيدي العزيز أنا أشكرك أبو حسام من بغداد. قضية الحج صحيح المملكة العربية السعودية خصصت إلى العراق 50,000 حاج أو 50,000 مقعد خلال موسم الحج لهذا العام، لكن الأرقام تشير إلى أنه كل سياسي دا يطي إلى جماعته بحيث من 50-45,000 مقعد رايحة إلى الأحزاب والكتل السياسية والحكومات المحلية ومجالس المحافظات في العراق من شماله إلى جنوبه، و 5,000 دا تتوزع على 33 مليون. إذا تريد تطلع من عندهم 200,000 فال 200,000 ماخذين 45,000 والباقي ماخذين 5,000 مقعد. فنعم القسمة دا تصير غير عادلة في قضية الحج وهاي جزء من قضية الفساد، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحج بالنسبة إلى الحاج العراقي، إضافة إلى سوء الخدمات اللي تقدمها هيئة الحج والعمرة إلى الحجيج العراقيين في المملكة العربية السعودية، أي بعدهم عن الحرم وأيضا الوجبات اللي مدى توصلهم. فكثير من القضايا يا سيدي العزيز هو مو بس الحج، كل شيء حاليا في العراق هو عبارة عن كتلة فساد، كل مؤسسة ديديرها شخص تابع إلى حزب، هذا الحزب هو فاسد، ف
فما راح يعين لك نزيه، وحتى لو كان موجود نزيه فتلقي جماعة الفاسدين اللي موجودين وياه وتابعين إلى أحزاب كتبوا عليه تقرير أو تقريرين وراحوا انشمر بالسجون العراقية حال حال المواطن العراقي اللي ذاك اليوم اتصلت زوجته على قضية السجون وقالت أنا زوجي كان في سجن التاجي، كل تهمته أنه نقل رسائل المسجونين إلى أهاليهم. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله أختي. بالنسبة إلى العراق وما أدراك ما العراق. نعم. كنا نفتخر بالعراق العظيم. لكن هسه الأحزاب، أنا شايفة دولة، أنا ما شايفة دولة بها 20-30 ما شايفة هالقد أحزاب. يعني هل العالم كله تبره ما شوف هالأحزاب، كل دولة بها حزب حزبين، هذول جايين وملطخين الدنيا كلها حتى كلها يخلون بجيوبهم. وشفنا من الأحزاب وماذا ما إيش عمروا الأحزاب وإيش عمروا البرلمانيين وإيش عمروا الوزراء وإيش عمر هذا عادل زوية وإيش عمر هذا بالشمال اللي هو أمريكي إسرائيلي إلى آخره. وش عمر يعني شو نحكي وشو نقول؟ كلهم خونة في خونة في خونة من 2003 إلى هذا اليوم. كل خائن خش إلى هذا البلد وكل خائن دمر هذا البلد، والسبب الرئيسي هي إيران وأمريكا وإسرائيل. الخطة الإسرائيلية المتواجدة هنا في البلد اللي هم يدمرون العراق. الله يرحمك يا صدام، كان صدام واحد حدب واحد يحكم العراق، ها كان حاكمه من شمال للجنوب، لا كردي يقدر يحكي، فزان يحكي نعم. ولا اي واحد من الجبناء يقدرون يحكون. هذول هم الشرفاء ويعرفون ثوره، بس مو اجوا عند الضباط الامريكيه، هي امريكا اللي جابتهم وايران احتوتهم. كذا احنا صرنا في الهواء سوا، وصار العراق في مهب الريح من وراء هالشوكولات اللي اجوا. لكن انا هذا شعب ما راح يصحى، الشعب ما راح يشوف الظلم اللي هو موجود فيه. الشعب بس يمشي بس يقدي بس يقول اريد واريد، وبس ماكو وسوينا معاملات ومصاريف ورحنا اريد انتاج وماكو. شوية خلي عندكم عقل، شوية خلي عندكم ظني، شوية خلي عندكم قوة وإرادة للشعب وحب لهذا الولد، هذا البطل، هذا البلد اللي راح ندمر. نعم. اللي بعد كان تاج العرب كله. وأنا أشكر. شكرا لك أم أزهار. أبو مصطفى من بغداد حياك الله يا أبو مصطفى. السلام عليكم، شو أستاذ؟ عليك السلام والرحمة والإكرام. شلون صحتك؟ الحمد لله، أنتم شلونكم؟ تفضل أخوي. والله احنا بخير اذا الله شافونا شر هالعصابات هاي الجو على الدبابات الامريكيه. نعم احنا بخير، من جونا ما شفنا خير والله يا استاذ، ما شفنا خير، كله نهب وسرقات وقتل، ويعني حتى الفقير اللي عايش على العمالة همنا ما خلصان وما مرتاح ببيته، يخاف من المداهمات، يخاف من حتى الفقير يعني يخاف، يعني عايشون بوضع مأساوي وتعبونه. لا حتى العمالة ما موجودة بالعراق، هذا العامل اللي يريد يحصل له قوة يومه هو وعياله، ماكو عمالة ماكو، شغل ماكو، مصانع ماكو، يعني الوضع حيل تعبان بالعراق. نعم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شو نسوي ولازقين كل 4 سنين انتخابات وكل كلاوات التزوير. انت شايف الانتخابات من الصير استاذ، غير انتخابات الشارع ينتريس، غير الشعب كله يطلع، زين الانتخابات ماكو، بس العصافير طايره بالجو، ممنوع التجوال، زين من ينتخب؟ انا بس ادفت من ينتخب؟ العصافير تنتخب؟ لو من ينتخب؟
يعني كله غش بغش وكلاوات وتزوير واصل بانتخابات بالعراق ماكو انتخابات. نعم. نفس الهجوم راحوا وجوا نفسهم كلاوات وكلاوات. ماكو انتخابات. يا استاذ. نعم. اي والله كل انتخابات بالعراق ماكو كله تزوير بتزوير. هم اللي جوا على الدبابه نفسهم صار 16 سنه. وهم اللي يقتلون، هم اللي يذبحون، هم اللي يصرخون. نعم. الشعب العراقي الدمر دمار. وأني أشكركم قناة الرافدين. شكرا شكرا لك أبو مصطفى. أم أزهار، أنت ذكرتي أنه ما شايفة بلد بالعالم بهالقد أحزاب. نعم صحيح كثرة الأحزاب بالعراق، وما شاء الله كل حزب وراء فترة يطلع من عند حزب الثاني. يعني العصائب كانوا ويا الصدريين، والحكمة كانوا ويا المجلس الأعلى، كل فترة دا يطلع لنا حزب جديد. لكن هي يعني المشكلة مو بالأحزاب، هي يعني المشكلة باللي موجود بهاي الأحزاب. يعني ترى كل العالم بأحزاب. أمريكا لا عبالكم ترى بها بس الديمقراطي والجمهوري. بالانتخابات الرئاسية 5-6 اللي ينافسون. إيه نعم، اللي مسيطر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية هم الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتنافسون لأنه لهم الشعبية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن أكو مرشحين غيرهم. بريطانيا كذلك، ألمانيا كذلك، فرنسا كذلك، أكو كومة أحزاب. لكن لما ترحين الذنيك الدول وتبعين أحزابهم، كل الأحزاب هي عندها كل واحد عنده أجندة تختلف عن الحزب الثاني، لكن كل أجنداتهم جميع أحزابهم تفكر في رفعة بلدهم، شلون يبنون بلدهم وشلون يطورون بلدهم وشلون يوصلون بلدهم إلى 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 القمة. لكن ما موجود بالعراق هي كم هائل من الأحزاب. إذا تقرين الأحزاب وتبعين ايش يشتغلون بالأحزاب، كل حزب وراء الثاني هو ده يهدم بالبلد، وكل حزب هو ده يبوق بالبلد، وكل حزب عنده ميليشيا مسلحة تقتل وتذنب وتصلخ بالبلد. هي هاي الطامة الكبرى بالعراق. بالنسبة إلى رسالة الواتساب، عندي رسالة تقول أستاذ أفل هو الفساد قابل جديد علينا، صار لنا 16 سنة جماعة يبوقون بينا. رسالة أخرى تقول أنا أخوي أخذوه من شغله وهو يشتغل بالفرن وتهموه بالسرقة، نطالب بالعفو عن السجناء، مسجون في سجن ديالة، عذبوه وحتى أظافير شلعوهن، نناشد السياسيين ومقتدى الصدر بالعفو عن السجناء. عفوا أخو صديقتي مو أخوي. عمر من المغرب، حال العراق لا يخفى على أحد، نتمنى أن تقوده شخصيات وطنية ومخلصة، الله يرحم صدام حسين وأبطال العراق الوطنيين. رسالة أخرى من الإمارات تقول تحية لك أخي أفل ولصوت الحق الناطق بلسان العراقيين. الفساد المالي والإداري والمستشري في العراق هو خسائر كبيرة من أموال الشعب من جراء الفقر والخراب والدمار والفساد، وكثير أزمات من جراء نهب خيرات البلد، وهذه كلها فساد بفساد ورشاوة ومحسوبية عديدة. هذه الحكومات المتعاقبة هي أس الفساد المالي والإداري المستشري. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم أستاذ أفل، بعد التحية لكم جميعا. الموضوع فارض نفسه على العراق وشعبه، ما بني على باطل فهو باطل. الاحتلال وأعوانه من حثالة المجتمع العراقي باطل، تدربوا أحسن تدريب على الفساد وحققوا أهداف الفساد. هذه الطغمة الفاسدة والجرثومة المحسوبة على العراق بإشراف الاحتلال تحارب الناس الدخيلة عليهم الغير فاسدة، تحولهم من ناس معتدلين إلى ناس فاسدين بأعلى درجة منهم بالفساد، ويمنح شهادة عالية بالفساد لهدر الطاقة والمقدرات الإنتاجية للعراق إرضاء لأسيادهم المشرفين عليهم. الله والشعب لهم بالمرصاد عاجلا أم آجلا. عمي هاي الحكومة نقص أو مقسوم نصين. أحييك أستاذ أفل أو الله على الحقيقة، وأوصيك بسجناء السنة سجناء الموصل. محمد من الموصل، وشكرا أخي محمد. يعني سوينا أكثر من حلقة على قضية السجناء وإن شاء الله ما ننساهم. رسالة أخرى تقول أي إصلاحات يتكلم عنها عادل عبد المهدي، وأي عقوبات بحق المجرمين والفاسدين؟ إذا أراد أن يحاسب فليحاسب نفسه، فليحاسب سراق البنك أو سراق بنك الزوية. كفاكم ضحكا على شباب وأبناء الشعب العراقي، سيحاسبكم الله على قدر أفعالكم الفاسدة. والرسالة طويلة من عدنان المهداوي صحفي عراقي. أعذرني أخ عدنان بس ما راح أقدر أقراها كلها. الأفندية العمائم يحتجون ويرفعون دعاوى بسبب صاحبة الكمان التي عزفت في ملعب كربلاء لأنها تمس قدسية المحافظة كما يخرفون، لكن لم يحركوا ساكن أو تأخذهم الغيرة لحماية مئات النساء التي تستجدي بالشارع بوضح النهار. هناك
حلول وليست هناك حرومس، يعني بأربعة أوتار وقوس زلزلت قدسيتهم وعبثت في عمائمهم ومعتقداتهم الظلامية. وآخر رسالة أخ أفل، هل السرقة ونهب الأموال وقوت الفقراء بالعراق بها فتوى حلال من المرجعية؟ الظاهر بالعراق لا توجد مخافة الله ولا الرسول ولا أي مستحى من آل البيت. أخي أي بلد بالعالم السارق والقاتل يصير مسؤول؟ وينك يا شعب؟ ليش رخيصة شوية؟ خليكم ناموس وغيرة للوطن. اسحق هؤلاء العملاء والسراق وما بقوا رجال، خلصوا. هاي كل رسائل الواتساب اللي وصلتنا اليوم. قضية الفساد بالعراق قضية مستشرية، كل مسؤول بالعراق يقول اكو فساد، كل مسؤول بالعراق يقول لازم نحاربه، وكل مسؤول بالعراق يقول انه هذا الفساد يجب ان نمحيه، ويطلع لنا مسؤول ثاني مثل مشعان الجبور يقول اني فاسد واني اخذت رشوة واني اخذت اتاوى من الناس، وتطلع لنا ميليشيا من ميليشيات الأحزاب وهي تأخذ أتاوات من الناس. لكن من اللي حارب الفساد؟ هل تتوقعون أنه الفاسد راح يحارب الفساد؟ لا، بس اللي حارب الفساد هو أنتو. حلقة اليوم انتهت مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء.